أما الآن مشاهدينا فنتابع الأحوال الجوية مرة ثالثة وأخيرة. ومرفت مليجي، شكرا لكم مجددا وأهلا بكم مشاهدين، وهذه المرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن ومحافظات الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 36 والصغرى 25، اسكندرية 32-24، مطروح 29-23، بورسعيد 31-25، إسماعيلية 37-23، السويس العظمى 36 والصغرى 24، العريش 33-24، طابة 35-24، شرم الشيخ 38-28، والغردقة 39-28، الأقصر العظمى ستكون 41 والصغرى 27، أسوان 41-28، الوادي الجديد 41-25، وشلاتين 39-28، وأخيرا حلايب 35-29. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.